مرحبا بك استاذي العزيز. فيما يخص هذا اللقاء، الافق المستقبلي ديالو كيف تفاعل لا اطر ولا الطلبه في هذا المجال، وكذلك يعني الاتفاقيه التي عقدتهم مع رئاسه مع جامعه ام الاسماعيل، ما هي افقها وكذلك قيمتها العلميه؟ هو في الحقيقه انا جيت لهذه الجامعه جامعه ام الاسماعيل بدعوه كريمه من طرف السيد الرئيس، واللي بحقيقه جعلتني اكتشف ان هذه الجامعه الشابه اصبحت فاتت السن ديال الشباب، دابا الان وصلت السن ديال النضج وكتعطي نتائج مهمه جدا. واللي لاحظته هو ان فيها جو مرح، جو جميل ما بين المكونات ديالها، لا بين الرئاسة ولا العمداء ولا الطلبة ولا الأساتذة، وهذا شيء كيشجع وبدون شك كيأشر على حصول على نتائج مهمة جدا بالنسبة لهذه الجامعة هذه، وغادي يكون إن شاء الله عندها مستقبل كبير. وبالنسبة لهذا الندوة، في الحقيقة أنا جيت باش نقدم شوية حول منظور حول البيداغوجيا، ولا سيما كيف يمكن استعمال التكنولوجيات الحديثة في البيداغوجيا الان، وكيفاش يمكن هذا استعمال ديال التكنولوجيا الحديثه، كيفاش يمكن لها تعاون جامعات لا سيما الجامعات المغربيه، اولا من تخفيف من عدد ديال الطلبه، وثانيا من اجل حصول على نتائج مهمه احسن، لا بالنسبه للطلبه ولا بالنسبه للتكوينات بصفه عامه. وكذلك كيف يمكن ان الاستاذ الجامعي يصبح واحد المؤشر، يصبح واحد مكون، واحد المسير للتكنولوجيات الحديثه اللي كتعطي نتائج مهمه واللي اصبحت دابا استعمالها ضروري على الصعيد العالمي. نعم، قد يتساءل الباحثين الان حول يعني افاق الاتفاقيه التي وقعت الان. يعني هو في الحقيقه كاين واحد اول بعدا الاتفاقيه هي بعدا بدات قبل ما تسمع، على لانه عندنا دابا كنخدموا جميع واحد المشروع اللي هو ديال مغموك، اللي هو برنامج ما بين جامعات مغربيه وجامعات اوروبيه، واللي ممول من طرف الاتحاد الاوروبي، وهذه الجامعه ديالنا ولا جامعه ديال مولاي اسماعيل هم اعضاء في هذه الشبكه. اذا حنا بدينا تعاون في اطار هذه الشبكه، والافاق ديالو هو مهم جدا، لان بلادنا لابد يكون واحد النوع ديال التعاون بين الجامعات العموميه والجامعات الخاصه، وفي هذا الاطار يمكن يستفد كل واحد يستفد من هذه الشراكه. ولينا كتعرفوا بان الابواب اللي هي كتفتحها كل جامعه من جانبها كتكون مفيده للجامعه الاخرى، وحنا متيقنين بانه مع جامعه مولاي اسماعيل ان شاء الله غادي نعملوا اعمال مهمه مشتركه، لا بالنسبه للندوات ولا بالنسبه للبحث ولا بالنسبه للتعاون الدولي. هذا ما نتمناه، شكرا لك استاذ. اذن لكم الكلمه فيما يخص هذا اللقاء، ما ميزه وكذلك اختيار المؤسسه التي احتضنت التوقيع وكذلك الظرف الافتتاحي لهذا الموسم الجامعي لجامعه المولى اسماعيل بمكناس. اذن اليوم استضفنا السي محمد الخنيدري الغني على التعريف، الوزير السابق، مؤسس جامعه القاضي عياد بمراكش، والرجل اللي تميز في مساره ومازال يتميز في مساره في ما يخص الهندسه البيداغوجيه. وهذا اللقاء هو تزامن مع الاصلاح اللي انطلقت به الوزاره الوصيه حول تحسين الهندسه البيداغوجيه داخل الجامعه المغربيه. فبطبيعه الحال هو ندوه لانطلاق الموسم الجامعي 2017-2018 من خلال العنوان، من خلال المحور اللي تقدم به السي محمد القنيدري اللي كيهم الهندسه البيداغوجيه وكذلك المعلوميات الجديده اللي غادي تعطي واحد الدفعه قويه فيما يخص المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، لان احنا عارفين ان الجامعه المغربيه اليوم تعيش على ايقاع أزيد من 80 حتى 85% من الطلبة المشجعين داخل الجامعات العمومية المغربية هم يلجون المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. بطبيعة الحال
كيخص التفكير في تمدرس هاد الطلبه اللي كيولجوا عن طيب خاطرهم هاد الجامعه، وبعد مرات مرغمين الى التسجيل في هاد الكليات ذات الاقتصاد المجتمعي. فوضع هاد التقنيات الجديده فيما يخص التواصل وفيما يخص التمدرس غادي يسهل شيئا ما ماموريه بعض الجامعات فيما يخص هاد نسميه الاقبال الكبير على الجامعات. فجامعه مولاي اسماعيل من بين هاد الجامعات، خصوصا كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي اليوم صبحات كيتعدى العدد ديال الطلبه ديالها 22000 طالب، اللي المؤسسه لم تتغير شيئا ما، لان منذ انشائها وهي عندها البنيه التحتيه تقريبا بقات هي فانطلقت ب 3000 طالب الى اليوم 22000 طالب. فهذا بطبيعة الحال كيوضعنا في واحد المشكل، والحمد لله هاد السنة فتحنا مدرج ديال 800 مقعد عفوا اللي غادي يمكننا من استيعاب بعض يعني الدرك على هاد المؤسسة. احنا عارفين ان التأطير البيداغوجي ليس هو فقط البنية التحتية، ولكن هناك المواكبة من خلال الموظفين وكذلك من خلال الأساتذة. فكما شرحت في الاول، فجامعه مولاي اسماعيل نظمت هذا اللقاء داخل المدرسه العليا للاساتذه، لان هي الوحيده اللي كتميز بالهندسه البيداغوجيه وبالتكوين البيداغوجي، وكذلك هي مؤسسه متميزه اللي الحمد لله اليوم اصبحت مؤسسه جامعيه بجميع المعايير. ونفتخر بالتحاق المدرسه العليا للاساتذه الى جامعه مولاي اسماعيل. مره اخرى احييك واشكرك انك رفعت يعني هامه هذه المؤسسه والتي تسمونها يعني جوهره مؤسسات الجامعه. شكرا لك، في امان الله استاذ. السادة رؤساء المؤسسات الجامعية تابعة لجامعة مولاي إسماعيل، السادة نواب رؤساء المؤسسات الجامعية، السادة الكتاب العامون، زميلاتي زملائي الأساتذة، إخواني أخواتي الموظفين، بناتي وأبنائي الطالبات والطلبة، مرحبا بكم في هذه الندوة الافتتاحية لموسم 2017-2018 لجامعة مولاي إسماعيل، اللي هو بداية لسلسلة من الندوات التي دأبت جامعة مولاي إسماعيل على ترسيخها سنويا. فهذه السنة الجامعية 2017-2018 هي سنة تاريخية، لأننا نستضيف لأول مرة رئيس جامعة سابقا ووزير سابقا ورئيس جامعة حاليا سي محمد القنيديري، اللي ما غنعطيش عليه نبذه لما غنخلي السيد المدير ولا غيتكلم عليه اكثر مني، اللي غادي يدير واحد الندوه حول الهندسه البيداغوجيه و نوفيل انتيك نوفيل تكنولوجي د انفورماسيون و كومونيكاسيون. واللي سي محمد القنيديري من الناس اللي اسسوا الجامعه المغربيه العموميه، واللي الحمد لله الصلاة ديالو جد طيب، ومراكش جامعة القادعية تشهد على ذلك. فكلمتي الترحيبية أرحب بالأخ والشقيق العزيز السي محمد القنيطري، أولا القنيطري على تلبية الدعوة لحضوره معنا اليوم، وفي حقيقة من طلبتها منه عن طريق السي عمر السعدي لبى الدعوة. يعني بقالنا غير مشكل ديال التاريخ، فحددنا اليوم اللي هو يوم بداية أسبوع، واليوم كذلك اللي هو محفل واحتفال بالانتخابات داخل كل المؤسسات الجامعية، انتخابات الهياكل. وتعلمون أن الهياكل هم من لهم الصلاحية في تسيير الجامعة، ونتمنى من الله التوفيق للجميع، جميع زميلاتي وزملائي الأساتذة والموظفات والموظفين في هذه الانتخابات ان شاء الله. الكلمه لسي محمد ياسين. شكرا سيد الرئيس المحترم
الأستاذ حسن السهبي. في الواقع سعدوا المدرسة العليا للأساتذة اليوم باستضافة هذا الحدث العلمي الذي نبتدئ به في جامعتنا سلسلة المحاضرات التي اعتادتها هذه الجامعة منذ سنة 2014. طبعا محاضرة اليوم بالنسبة لي تشكل استثناء، استثناء من حيث أن الذي سيلقي هذه المحاضرة هو في الواقع رجل استثنائي نعرفه عبر العديد من أنشطته العلمية والتربوية والمؤسساتية والمدنية أيضا، كما نعرف فيه غيرته على الجامعة المغربية وخبرته بشؤون الجامعة المغربية وسعيه منذ زمن ليس بالقصير على هيكلة الجامعة المغربية في كثير من المدن في مراكش في مكناس في الرشيدية وهلما جرى، كما أن للرجل حضور قوي في مرحلة خاصة من تاريخ التعليم العالي بالمغرب، خاصة منذ أواخر الثمانينيات إلى اليوم، أي أنه مر من كل الأطوار ومن كل المسارات التي يعرفها التعليم العالي في المغرب، بمعنى أن ذاكرة الجامعة المغربية وحاضر الجامعة المغربية لا يمكن أن تقفز على اسم اللي هو الاسم ديال الأستاذ الدكتور محمد الكنيديري. طبعا إذا جاز لي أن أقدم الرجل، فالأستاذ الكنيديري هو رئيس سابق لجامعة القاضعية كما ورد على لسان السيد الرئيس، هو وزير سابق للتربية الوطنية وبالضبط في سنة 1993، رئيس جمعية الأطلس الكبير، ونعرف يعني الحضور القوي لهذه الجمعية في مجموعة من الأنشطة الفكرية والرياضية والمدنية والاجتماعية التي يفوق صداها أحيانا مدينة مراكش وواجهة مراكش، والرئيس الحالي لجامعة مراكش الخاصة. طبيعة الحال بإيجاز شديد أختصر سيرة الرجل فأقول أنه أستاذ سابق بالمدرسة العليا للأساتذة وأستاذ سابق بكلية العلوم، حاصل على دكتوراه الدولة من جامعة سوربون في علم الأطياف الذي تستعمل فيه الفيزياء والكيمياء، باحث مرموق في مجال السيكولوجيا والبيداغوجيا وخاصة البيداغوجيا الجامعية. الأستاذ محمد الكنيديري حصل سنة 1976 على جائزة المغرب في العلوم الحقة، وذلك بعد أن ألف كتابين عام 1970، الأول حول تطبيق انكسار الأشعة الإلكترونية في دراسة التراكيب في الكيمياء العضوية، والثاني دراسة للمحتوى الحراري للروابط الكيميائية بين الفيول وأكسيد الأثير بواسطة التحليل الطيفي للأشعة فوق البنفسجية. في سنة 1985 شغل الأستاذ دكتور الكنيديري مهمة الرئيس الشرفي لجمعية العلماء الكيميائيين المغاربة بعد أن حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بوركون الفرنسية، وحاز الأستاذ الكنيديري العلامة الذهبية بالاستحقاق الفرنسي سنة 2001، وحصل كذلك على وسام العرش من درجة ضابط في سنة 2001. هذا نظر كما يقول قليل جدا في سيرة الرجل،
وهذا هو الذي جعلني أقول أن هذا اليوم بالنسبة لجامعة مولاي إسماعيل يوم استثنائي، وأغتنم هذه الفرصة في الواقع لأشكر سيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل أستاذ حسن السعيد الذي يولي اهتماما قويا وصادقا لهذه المؤسسة، والتي اعتبر أنه من الواجب أن تكون هذه المحاضرة في رحاب المدرسة العليا للأساتذة، ليس بالباب أن هذه المؤسسة مختصة في تربية وعلوم التربية وما إلى ذلك، ولكن لأن هذه المؤسسة تسير بخطى في الواقع سليمة وبخطى قوية في اتجاه الاندماج الكلي في جامعتها ومن أجل إضافة أشياء كثيرة إلى جامعتها. أجدد شكري للسيد الرئيس، وأنا في الواقع مفتخر جدا بحلول الأستاذ الكندري في رحاب هذه المؤسسة. أشكر كل من ساهم في عن احتضان هذا اليوم وفي تنظيم هذا اليوم، وخاصة الطاقم الإداري بالمدرسة العليا للأساتذة كل واحد وواحدة باسمه. أشكر زملائي الأساتذة في المؤسسة، والشكر موصول دائما إلى إخواني السادة رؤساء المؤسسات الجامعية ولنائب الرئيس وللسادة نواب العمداء والمديرين. وأشكر أيضا الطلبة والطالبات على حضورهم هذا اللقاء، وفي الواقع أعطي الكلمة للأستاذ المحاضر فليتفضل. مشكورا. اليوم باش نحضر معكم لتقديم هذه الندوة حول موضوع مهم جدا يهم الجامعة المغربية بصفة خاصة، وسعيد أن أكون في رحاب هذه الجامعة الفتية ولكن أصبحت عتيدة، وفخور كذلك أن أكون في هذه الجامعة التي الحقيقة تمثل إحدى الجامعات النشيطة، ورغم قصر عمرها فهي أصبحت الآن من أهم الجامعات المغربية، إن لم أقول من أهم الجامعات المغرب العربي. وأشكر السيد الرئيس على دعوته الكريمة لكي لقد ترك لي الاختيار أن اختار الموضوع، وقلت ربما البيداغوجية أتكلم عن موضوع ثقافي أو علمي أو سياسي ربما ممكن، ولكن كيظهر بأن الجامعة المغربية الآن كما هو التعليم بصفة عامة محتاج إلى ممكن نقوله إلى إصلاح، إلى تجديد، وهذا التجديد الآن كيمر عبر مواضيع عبر التكوين الصحيح والقوي والملائم، ولكن كذلك عبر وسائل التعليم وسائل التكوين، لأن هذه الوسائل هي اللي في الحقيقة تجعل الطالب أو المتلقي أنه يملك أو يكون له ملاكة أو كفاية لكي يتعلم ولكي يهضم المعارف. إذن إذا سمحتوا غادي وبعد نتكلم كذلك في نقطة كذلك، وهي استعمال الوسائل الجديدة التكنولوجيا الحديثة لتبليغ ولتقويم ولإغناء المعالم المعلومات بالنسبة للمتكون. فإذا اسمحوا لي غادي نقدم العرض ديالي باللغة الفرنسية. اولا اعطيكم العرض، جي بارلي اون فرونسي. دونك لا بيداغوجي يونيفرسيتير اي نوفيل تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون. لو بلان اي تري سامبل. دونك كومونسري بار اون ديفينيسيون ce que c'est que la pédagogie déjà et depuis quand elle existe.
l'histoire, l'historique, comment il a évolué cette pédagogie à travers les âges et à travers les siècles. Et puis je parlerai des conditions de l'apprentissage, c'est-à-dire de passer par ce que c'est qu'une démarche pédagogique, surtout que les étudiants sont là, c'est toujours intéressant de leur montrer cela. Je sais que vous êtes des étudiants et puis des enseignants pédagogues déjà, vous avez ces notions, vont vous permettre peut-être de répéter certaines notions que vous connaissiez déjà. Mais je pensais que la conférence est adressée à un public général, donc il serait peut-être intéressant de définir et de rappeler un petit peu les définitions des différentes techniques et démarches et méthodes pédagogiques. Puis après, je parlerai de l'intégration d'éthique au niveau universitaire. J'en parlerai surtout pour les universités, comme on a utilisé un petit peu ces technologies de l'information et de la communication au niveau des universités des pays développés, puis également des pays en voie de développement. Alors donc, je vais donc dire le mot pédagogie, il vient en fait du mot grec pédagogia, qui veut dire tout simplement l'éducation, et particulièrement l'éducation des enfants. Cela signifie tout simplement l'utilisation des méthodes et des techniques qui sont indispensables à la transmission de la connaissance, du savoir et du savoir-faire. Il y a une différence, comme les gens qui connaissent déjà la pédagogie, il y a une différence donc entre le mot pédagogie et mot didactique. Pédagogie, c'est un sens général, et didactique, c'est spécifique à une matière, comme par exemple la pédagogie ou la didactique des mathématiques ou des sciences physiques. Alors l'histoire, l'historique, le mot pédagogie utilisé depuis la fin du 15e siècle a été adopté par l'Académie française en 1762. Autrement dit, c'est un terme qui est devenu un mot français, réellement français, qui est accepté et adopté par l'Académie française. L'utilisation optimale des nouvelles technologies de l'information et de la communication peut contribuer à la bonne acquisition des connaissances et du savoir par les apprenants et au développement et au maintien des compétences. Alors, maintenant qu'il y a les MOOC, l'introduction des MOOC dans nos universités va permettre de soulager la pression des masses d'étudiants sur la capacité des locaux pédagogiques, qui demeure généralement insuffisant et contribue par conséquent à l'obtention des résultats pédagogiques encore plus probants, j'en suis certain. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Si Mohamed Kneideri, pour cette conférence très riche, non seulement en matière, en termes d'idées et d'informations, mais aussi en termes de réflexion. Vous avez fait preuve d'un grand universitaire qui s'implique dans un champ, bien sûr, académique polyvalent. Vous avez, bien sûr, soulevé des idées très profondes dans le domaine de la pédagogie, mais aussi dans le domaine de la science et essentiellement les sciences de l'information et de la communication. Mais ce qui est important dans cette conférence, c'est qu'il fait appel, bien sûr, à se mettre dans le présent, mais à se lancer aussi dans la longue durée. Et nos universités, bien sûr, sont appelées à s'impliquer dans ce projet. Vous avez présenté un projet vraiment très important, très sûr, et ça trace un engagement pour tout le monde ici présent, essentiellement dans notre université, et nous serons appelés bientôt à s'impliquer dans ce que vous avez soulevé, ce que vous avez proposé. Je vous félicite et on souhaite bien sûr un retour dans cette université prestigieuse, qui est l'université Moulay Ismaïl. Merci beaucoup.
إذا سمحتم نمر الآن إلى أطلب من الحاضرين البقاء في هذه القاعة. سنمر إلى لحظة احتفالية بامتياز، لحظة لتدشين تعاون بين جامعتين. وأطلب من السيد الرئيس سي حسن السهبي أن يلتحق بهذه المنصة، كما أطلب من الأخت الكريمة السيدة بوزوبع أن تلتحق بهذه المنصة، وأطلب كذلك من الحاضرين أن يصفقوا، لأن هذه اللحظة هي لحظة توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين جامعتين، بين جامعة مولاي إسماعيل بن كناس وجامعة مراكش الخاصة بمدينة مراكش. وطبيعة الحال بعد التوقيع أطلب من السيدين الرئيسين الكريمين أن يلقي كل واحد منهما كلمة لتوضيح معالم هذا الاتفاق الذي يعين بالكثير إن شاء الله، وأنا سأغادر منه. غير من بعد كلمة السيدين الرئيسين، إذا كانت هناك بعض الأسئلة التي يمكن توجيهها للأستاذ سي محمد القنيدري فلكم ذلك. يا أستاذ أشكر أولا السي محمد القنيدري على هذه المحاضرة القيمة sur l'ingénierie pédagogique et les nouvelles techniques de la formation de communication. Évidemment, c'est de l'expérience qui est derrière. Je signale que السي محمد القنيدري c'est parmi les premiers qui ont fait appel aux techniques antiques au Maroc. Avec Sidmani Abidel, qui était l'ancien recteur de l'université Nozor Agadir, que nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de recevoir bientôt dans le cadre d'une formation pédagogique. Comme l'a dit Sy Mohamed Yassine, directeur de l'ENES, et comme je le dis toujours quand je suis présent dans cet établissement, je suis fier de voir un établissement en train de changer, un établissement qui est devenu un des grands établissements universitaires au Maroc, qui est, et je peux le dire haut et fort, le meilleur établissement en son genre, l'ENES, hein, comparé aux autres ENES du Maroc. Ça, ce sont les résultats qui le traduisent, c'est pas moi. Donc nous sommes dans un établissement qui non seulement rayonne, mais qui rayonne aussi par ses étudiants, par le résultat de ces étudiants, puisque les statistiques montrent que la majorité de nos étudiants lauréats de l'ENES s'intègrent facilement dans le système pédagogique national. Ceci témoigne directement de la très bonne qualité de formation à travers nos enseignants-chercheurs de cet établissement, que je tiens à féliciter, que je tiens à encourager de nous donner davantage plus, puisque je sais que malgré le peu de moyens dont ils disposent, ils font le maximum d'efforts pour nous former des lauréats de haut niveau, des lauréats de l'Université Ismaïl de Meknès, qui, comme l'a dit Mohamed Knedri, c'était un établissement qu'il a inauguré un certain nombre d'établissements dans la FST de Rachidia, à l'époque quand il était ministre.
C'est une université qui est jeune, qui a démarré en 89, qui est actuellement à 64 000 étudiants, qui est actuellement une des universités qui échelonne des résultats très positifs, qui est parmi les meilleures universités marocaines et qui commence à apparaître dans la scène arabo-africaine par justement les résultats sur tous les plans pédagogiques, académiques, recherche scientifique et coopération. Sachez que le Marmouk, comme l'a signalé c'est Mahmoud Khnedi, est l'un des Erasmus+ dont notre université dispose, puisque nous sommes actuellement le premier partenaire à l'échelle internationale sur les projets Erasmus+, et nous sommes aussi le premier partenaire à l'échelle des projets H2020, et nous sommes la seule université qui dispose d'un programme institutionnel sur la gouvernance universitaire, et nous sommes deux universités au Maroc qui disposent d'un programme intra-afrique dans la mobilité dédiée aux étudiants africains entre un certain nombre d'universités, c'est-à-dire que nos étudiants peuvent aller en Afrique du Sud, peuvent aller au Mozambique, au RDC, la République démocratique du Congo, et à Marrakech aussi, l'université Qadiriyya, qui fait partie de ce programme intra-afrique. Et donc ceci pour dire qu'il y a une volonté très importante de nos enseignants-chercheurs à faire de leur université, je suis un des membres de cette université, puisque moi-même, je suis un enseignant-chercheur de l'Université Moïse Mail, à faire de leur université un haut lieu de formation pour nos lauréats, puisque les résultats témoignent de la très bonne santé de notre université, alhamdoulilah. À titre d'exemple, l'année dernière, sur tous les concours qu'ont fait les juristes et les économistes, nous sommes la première université sur le plan juridique, c'est-à-dire sur le plan concours pour accéder au poste de juge, au poste de police et au poste d'éducateur ou d'enseignant. Nous sommes classés la première université, et ceci ne peut se faire que lorsque nous avons des enseignants, lorsque nous ayons des enseignants-chercheurs qui ne font que travailler pour l'intérêt de leurs étudiants. Et là, je félicite tous les chefs d'établissement, tout le staff académique, toutes les, je dirais, les administrations qui œuvrent jour et nuit pour que vous ayez un cadre agréable pour d'abord construire votre avenir. Et sachez que, ça c'est toujours mon slogan, quand j'étais étudiant, quand après je suis enseignant, je suis devenu enseignant responsable, un étudiant ne peut réussir que lorsqu'il a un projet professionnel dans sa tête, quel que soit ce projet professionnel. Mais ce projet professionnel, c'est une motivation, ça vous permet de ne pas perdre du temps, ça vous permet de se dire dans 4 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, voilà ce que je veux devenir, voilà ce que j'aimerais devenir. Évidemment, on va utiliser tous les moyens, vous allez utiliser tous les moyens pour y arriver. Première des choses. Deuxième chose, il ne faut jamais perdre du temps, parce que le temps après, vous allez le chercher, vous n'allez pas le trouver, vous allez regretter de ne pas avoir pris ou appris un certain nombre de choses dans la vie. Et donc ne perdez jamais du temps, ça c'est toujours ma devise, quand j'étais doyen de la faculté des sciences, à la faculté des sciences et techniques d'Arachidia, et maintenant en tant que président, je ne cesserai de le dire, ayez dans votre vie un projet professionnel étalé sur une stratégie de quelques années au moins devant vous, et ça vous allez réussir, vous allez aboutir, vous allez atteindre vos objectifs. Et donc, en votre nom, mes chers étudiantes et étudiants, en votre nom, mes chers collègues enseignants-chercheurs, administrateurs techniques et pédagogiques, je tiens à remercier notre ami, notre grand homme, c'est Mohamed Khnedri, d'avoir répondu à cette invitation. Et sachez que l'université que dirige actuellement, c'est Mohamed Khnedri, l'université publique de Marrakech, est une université reconnue par l'État. Donc il a eu sa reconnaissance, et donc les diplômes qu'il délivre sont des diplômes nationaux. Et nous sommes fiers d'élaborer cette collaboration, puisque depuis quelques années, j'étais sollicité par la collaboration, mais j'ai préféré avoir l'homme de cette université pour qu'on puisse la signer devant vous. Et au sein de l'ENS, attaché à l'éducation nationale, avec un faible budget, avec des moyens dérisoires, alhamdoulillah aujourd'hui, nous sommes fiers de voir votre établissement en train de changer, de devenir un haut lieu de formation, un lieu où vous sentez, je dirais,
agréable pour poursuivre vos études. Merci, merci. Je voudrais d'abord encore une fois remercier Monsieur le Président et ses collaborateurs de m'avoir invité donc à cette très belle université en réalité. Et surtout, j'ai constaté en tant que psychopédagogue qu'il y a une ambiance. Une ambiance qui montre à nouveau qu'il y a aussi la participation de l'étudiant. C'est un signe d'espoir pour l'avenir de notre éducation. Parce que, en fait, notre éducation a beaucoup baissé, malheureusement. Je constate, personnellement, en recevant des étudiants à l'université privée de Marrakech, que, effectivement, le niveau a beaucoup baissé, malheureusement. Et c'est vous, justement, qui serez le levier pour améliorer cette formation et pour contribuer, justement, à ce que notre éducation reprenne de niveau, de la valeur, etc. Et c'est justement en travaillant comme vous le faites actuellement, en vous intéressant à avoir des connaissances, à avoir une sorte de curiosité, à avoir des connaissances et tout cela, que vous allez justement, comme a dit M. le Président tout à l'heure, vous allez arriver donc à exercer une fonction de manière absolument intéressante. Je voudrais aussi féliciter l'université, parce que c'est une jeune université qui commence à, j'allais dire, à prendre la place de plus grandes universités qui l'ont précédé, 10 ans, par exemple, à Daïa. Je crois que le niveau n'est pas très loin, en fait. Vous êtes presque. Elle a supplanté donc Rabat très vite. Au bout de 5 ans, on a dépassé Rabat, parce que c'est la deuxième faculté des sciences du Maroc, c'est Marrakech. Au bout de 5 ans, on a dépassé Rabat. Et maintenant, Meknès est en train de prendre le même rythme, la même vitesse. Et je voudrais donc féliciter Monsieur le Président pour son dynamisme et surtout sa compétence de gérer, de bien gérer, d'utiliser une méthode de gestion les plus modernes, c'est ce qu'on appelle la participative, la gestion participative, vous faites participer les gens, et je vois qu'il y a une très bonne ambiance, et nous sommes très heureux de signer cette convention avec vous, même si nous sommes petits sur le plan nombre des effectifs, mais assez grands sur le plan espace, et nous avons beaucoup d'espoir pour être grands aussi au niveau pédagogique. Merci de votre attention. Merci, messieurs les présidents, pour votre, bien sûr, gentillesse et pour votre propos très riche et prometteur aussi. Mais avant de quitter, on donne la parole aux étudiants, justement, à l'assistance, s'il y a des questions à poser à monsieur le conférencier, si Mohamed Kmeri. On va prendre une dizaine. Merci, monsieur le président, pour votre excellent exposé. Comme vous le savez, les tics sont très importants, comme vous l'avez relaté lors de votre exposé. Et on sait aussi que ces méthodes-là, quand elles sont mal utilisées, quand il y a l'abus des intiques, et nous avons des étudiants avec nous, peut-être qu'ils sont mieux placés pour nous dire l'impact de certaines méthodes intiques sur la formation. Je pense que parfois, s'ils ne sont pas bien utilisés, et donc des résultats catastrophiques, surtout quand il s'agit de certaines matières comme les mathématiques, la physique. Qu'est-ce que vous en pensez, M. le Président ? Merci. Merci, M. le Président.
entre questions-réponses ou bien on est sur... Ando, la couche à deux. Ah, le deuxième intervenant. ما يخص تبادل الخبرات سواء على صعيد العلمي يعني الاساتذه او الموظفين والموظفات وكذلك مشاركه يعني مكثفه في جميع طلب العروض في المشاريع والى غير ذلك وكذلك الاستفاده من الفضاء الجميل اللي كتعيشوا اللي كتعرفوا جامعه الحره لمراكش لان هي جامعة كما قال السي الرئيس وأشار إلى ذلك في البداية وأن جامعة كبيرة بعدد طلبة ضعيف شوية ولكن هذه بداية نتمنى الله أننا نشوفهم بعد سنوات جامعة في مستوى عالي لأن كل ما كانت الجامعة المغربية سواء عمومية أو خصوصية في مستوى عالي كل ما كانوا الخريجين أنا كنقولها ونعرفها هو أن هذا منزل نعيشه نحوه جميعا فكل ما كان المنزل يعني نظيف وفي جميع الامتيازات كل ما يعني طاع ذاك الشباب أو الأطفال واحد جو ومن بعد كنكونوا أجيال وأنتم هما الأجيال اللي يمكن إن شاء الله وأنا عندي اليقين أنكم غادي تكونوا في المستوى. فيما يخص واحد الإشارة كانت شرط للأستاذة هو تكوين لحاملي الدكتوراه واللي كيتحقوا الجامعة من بعد لأن التكوين اللي كيكون هو تكوين سواء في الميدان أو في حقل معرفي معين ومن بعد كيوجهوا القسم المدرج إلى غير ذلك بدون يعني تكوين فيما يخص تلقي دروس يعني تكوين بيداغوجي بطبيعة الحال مرينا كنا من هذه التجربة اللي هي مع الوقت كنتعلم ولكن كاين اساتذه اللي ما استطاعوش انهم يعني يبلغوا الرساله ديال داك الدرس او داك المعرفه بالطريقه اللي خصها توصل. فجامعه مولاي اسماعيل منذ تراس هذه الجامعه وانا اعطي اهميه كبيره لتكوين الاطر الجديده التي تلتحق بجامعه مولاي اسماعيل. فبرمجنا بتنسيق مع المدرسه العليا الاساتذه عده تكوينات وعندنا هذا العام عاوتاني ان شاء الله تكوينات اخرى فيما يخص البيداغوجيه او التكوين البيداغوجي بالاساتذه لان احنا كنراهنوا دائما على الاطار اللي هو الاستاذ الباحث في اعطاء الدرس ديالو بطريقه اللي يعني التكوين ديالو كيكون تكوين متميز يعني عنده معارف ولا دي كونيسونس تري ابروفوندي في الدومين ديالو ولكن الطريقه باش كتوصل عند الطالب وحنا كنا مرينا طلبه كاين الاساتذه اللي كيعجبونا كاين الاساتذه اللي ما كيعجبوناش كاين اللي كيعطينا النقط مزيان كاين اللي ما كيعطيناش كاين اللي كيعطينا امتحان مستوى الى غير ذلك. فدائما كيبقى ذاك الاستاذ اللي الدرس ديالو مر ما خرجنا من الراس كيف ما كانت السن اللي وصلنا ليه كيبقى واحد الاستاذ كيبقى لنا في الذاكره ديالنا والطريقه باش وصلنا الدرس كانت طريقه جد متميزه وهذا ما نظنش شي واحد فيكم ما يكونش عنده استاذ او استاذه. دابا راكم كتشوفوا فيا وانا عارفكم كتفكروا كلهم كيفكروا شي استاذ وبقى عنده في الذاكره ديالو. فهذا كان الاستاذ اللي شرطنا دابا استاذ هدى ياك اللي شرطنا دابا هو ان بطبيعه الحال هو النقص في التكوين يعني ما كنقولش التكوين هو لا فورماسيون ديالو باش حصل على الدبلومات وصل الدكتوراه لا الطريقه باش غادي يوصل الدرس للطلبه هو اللي جد مهم. وبطبيعه الحال حنا عارفين بان هذا مشكل تعيشه الجامعه المغربيه لان كنقولوا من المؤسسه القسم وهذا غير طبيعي لان الا خدينا بعض الدول كما شرها سي محمد القنادري إلا خدينا بعض الدول متقدمة نعطيكم على سبيل المثال مثلا الدنمارك إلا خديناها كدولة متقدمة في المنظومة التربوية وكتلقى المكون كيمر عبر مراحل عاد كيوصل للقسم. حنا مسكين هذاك الطالب كيسدني الدكتوراه ديالو كيدوز امتحان شحال درهم مكناش كدوزو امتحان راه كنبوستيلو كنحطو الدوسي ديالو كيقبلو له كيعيطو لنا كيقول لنا جيو انت مهم كنجيو كتوصل مع الباب. انا عاقل نعطيكم التجربه ديالي جيت لجامعه مولاي اسماعيل في موسم 85 86 اول ما جيت للباب قالوا لي راه عندنا واحد الكره ما كاينش اللي قريت انت لا تقري وكنقسم لكم بالله انني عمري ما قريت في حياتي. اذا مشيت للمراجع في 85 86 ما كانوش كما كيقول بعض الاخ اخوان لينتيك
يعني ما كانش داك حتى لا دوكيومونطاسيون الكترونيك ما كانش يعني ما كانش ميم با لانترنت دونك سقلي في المكاتب والمكتبات المغربيه كلها يعني حاولت زرت واحد من بعض المدن اللي كانوا فيها المكتبات وزيد داك المراجع وحضرت داك الدرس وداك السنه قريت داك الدرس ونتاكد لكم ان من المحاضرات اللي الطلبه اللي قراو عندي كاين اللي حاضرين معايا في القاعه اليوم راه كاين اللي قراو عندي وحاضرين معايا عقلوا على داك الدرس ورغم انني اول مره ولقينه والحمد لله ملي كتكون حتى العزيمه لان ملي كتكون الامكانيات ضعيفه كما شرحت الاستاذه كانت كاين اللي قال عصامي ممكن تعقلي على لو تام وكان الاستاذه اللي كتقول لك يعني عندها واحد لا فولونتي دابروند وهاد لا فولونتي دابروند هي اللي كنقول لكم ما تضيعوش الوقت يجي واحد الوقت تحتاج الوقت ما تلقاوش فاي سيت فولونتي دابروند نيمبورت كوا ماشي زعما تقول هذه راه ما صالحهاليش لا راه غتصلح لك واحد الوقت يعني quand on va en parallèle avec des choses qui ne concernent pas ce qu'on est en train de faire, c'est des choses qui vont servir par la suite. دائما وعيدها وكررها ان افتخر بطاقم جامعه مولاي اسماعيل من طلبه اساتذه وموظفين وشكرا لكم. كنظن السيد الرئيس جاوب على واحد العدد الاسئله انا فقط غادي نكمل شي شويه بعض النقط. التكوين التربوي خصو يصبح شيء عادي بالنسبه للزياده ديال التعليم العالي خصو يصبح خصو يصبح خصنا نشوفوا مع هذا الوزير الجديد باللي يجي ان شاء الله يكون شي وزير مزيان ونشوفوا معاه باش يصبح تكوين واحد الاستاذ بيجي يتكون ولا اللي واخا كان قديم وبغى يتكون من الناحيه البيداغوجيه مزيان علاش لا الانسان دائما كيتعلم حياته كلها انا بغا تو لونغ لاجون دونك هذا ما كاينش مشكل خصكم لا ضروري غير هو كاين اللي عنده المهارات بحال الاستاذ او عنده طلبه اللي قام مع الدرس الاول وكيبان عجبهم كاين اللي عنده المهارات كفاءات هكذاك طبيعيه وكاين اللي خصو يبدا يتعلم ماشي معناها هذاك احسن من الاخر غير المهارات في التبليغ كاين اللي ما عندوش مهارات في التبليغ ولكن عنده مهارات في التكوين على كل حال الانسان الا ما الماده ما كيضبطهاش وما غاناش وما تحكمش فيها ما يمكنش يبلعها اللهم ولكن الا كان ذكي واخا ما قراهاش يمكن ليه يبلع كيتمكن منها عاد كيبلعها واللي كيتمكن من الهضره كيكون باين كيكون باين بالنسبه للجانب اللغوي راه ما عندنا ما نديرو غالب الله دابا هادشي ماشي غير هنا في فاس ولا في بنات ولا في كل المغرب كله مع الاسف هذه راه مشكل كبير يعني ولات دابا كارثه انا اعتبرها كارثه تعليميه وهو كيتخرج الانسان بسميتو بالبكالوريا وما يعرفش يهضر ولا يكتب حتى لغه هذه كارثه وهذه خطيره جدا على المستقبل ديال التعليم لان هذا السيد اللي ما كيفهمش اللغه باش كاش غادي يقرا ما يمكنليش يقرا ما عندوش الوسائل اذا راه مشكل كبير هذا راه مشكل كبير وخصو يتحط واحد الخطوره اللي هي المستوى اللي دابا خصنا نشوفوا هادشي دابا حنا وصلنا خلينا هادشي بزاف نستمر الابعاد ديالي انا ملي كنت وزير اول حاجه درناها هو الميثاق الميثاق اللي تصيب راه حنا اللي صيبناه ماشي هادوك السياسيين اللي جاو من هنا التكنوقراط اللي صيبوها ولكن كان خص الموافقه اللي طبقوا عليه الناس السياسيين طبقوا بيناتهم سيدنا حسن الثاني ذاك الناس غيورا وخرجوهم مرض تصيبوا لا تكنوقراط وعدد ديال البرامج هو هذا الشيء ديال الاصلاح ديال التعليم لي موديل هذاك الشيء كله تصيب ديك المده قصيره صيبته هذيك الحكومه اللي كانت ذاك الساعه ولكن كان المستوى ديال الناس الطلبه ما كانش هذا الشكل حنا دابا كيجيو عندنا اللي سيدوا وسط المباراه الى حيدتي هذوك اللي كيقراو في سميتها في البعثه الفرنسيه بالنسبه للغه الفرنسيه تلقى الاخرين قلال اللي كيفهموا شي حاجه يعني كاين صعوبات وكاين صعوبات ديال اللغه كذلك التعليم ما يمكنش نعلموا العلوم في الثانوي العربيه ونجي نعلموها بالفرنسيه في التعليم العالي ما يمكنش اما يتعلموا كل شيء بالعربيه حتى من الفوق ولا كل شيء بالفرنسيه ولا ناخذوا بعض الانجليزيه ونعلموا كل شيء من تحت للفوق الانجليزيه ولكن ما يمكنش نعلموا باللغه اللي واحد تحت ما كيفهمها في التعليم العالي ما يمكنش من المستوى اللي كنشوفوه ما كاينش هذه نقطه الاولى بالنسبه للانتيك خصنا نعتبروها كوسيله فقط للتحسن
كوسيله باش بوغ اميليوري اميليوري لونسينمون يا اميليوري لاكيزيسيون دي كونيسونس اي لا فاسيليتاسيون بوغ اكسيدي ا لا كونيسونس. ما عادش نديروها هي اللي بتسير لنا الا ما عندناش الاستاذ راه ما يمكنش يكون. وثاني لي موك راه ما خصناش نعتمدوا غير لي موك ديال على براسنا نديروا ديالنا ريسبوك. انا كان ياك مع الاساتذه راه جاو عندنا المراج الجامعه هاد الشبكه اللي هي جاو ومع الاجانب مع جامعه اللي معروفه على الصعيد الدولي وجاو كيصيبوا الاساتذه ديالنا ريسبوك. راه كيتصيبوا دابا كل جامعه مكلفه ثلاثه ولا اربعه ريسبوك. هاد ريسبوك هما صغار كيكملوا التعليم كيعطوك الركيزه ديال التعليم الاساس وانت كتمشي تبر على راسك ولكن كيعطيك الاساس. هذاك الاساس كيكفيك باش يمكن تكون عندك معلومات اللي هي مهمه بالنسبه للموضوع اللي هو كيتدرس. ودابا ديالنا حنا راه كيصيبوا السيده ديالنا راه كيصيبوا ما غاديش نهضروا لينا على برا. وجامعات ولاية اسماعيل راه داخل في هذا البرنامج قلنا لها عامين غادي يفتحوا لكم لي سبوك ديال هذا البرنامج هذا لي سبوك دايما كيمشيو. خسر السيد الرئيس يجهز يجهز لكم يعطيكم الاسم ديال الحلبيه تكون مقاده وال كيف كاين هنا يعني بحال هادشي ديال الويفي يكون موجود في كل بلاصه ويكون الطالب غادي بالاورديناتور ديالو ولا بالتليفون ديالو كيخدم. اذا هادشي خصنا ناخذوا ليتيك من الجانب الايجابي فقط كتكمله وللاسراح ولنجاح التكوين فقط ما يمكنش نعتمدوا عليه في ابيه. وربما يساعد في اذا كان الاعداد كثيره علاش لا. انا في السعوديه سي با موديل زعما بيرفورمون ولكن سي با موديل سوسيال امبورتون ولكن شفت ان ما عندهم الرجل ما يقدرش يعلم عيالات والمراه ما تقدرش تعلم الرجال وبعض المواد كيكون فيها غير رجل ماده فيها غير رجال اش يديروا؟ كيديروا تلفزيون كيديروا التلفزيون. إذا هذاك التلفزيون راه وسيلة ديال الانتيك. إذا كيشوفوا داك كبير ولكن هنا لا هنا عندنا حنا عندنا حنا عندنا وسائل أخرى كيمكن لينا على الأقل نقصوا شوية من الأعداد باش ما يمكنش تكون واحد 1000 ديال الطلبة في مدرج ديال 400 ما يمكنش. هذه قراش نديروا لهم هاد الوسائل. هاد الوسائل يمكن لنا نستعملوها داخل الجامعة علاش لا نستعملوها ونستعملوها وسائل أحسن لان حتى السبوك راه حتى هو كيعاون ولا لي موك ولا السبوك عاون حنا غاديين فيهم لا من هنا عامين غادي يولوا لي سبوك ديالنا كاينين جامعات ولا اسماعيل جامعه خاصه الى اخره. و كاين واحد التساؤلات كيف الله راه جاوبنا تقريبا عليها بالنسبه ل هذاك لو ميديوم ديال ميساج سي با بغي اي فو فيغ اتونسيون اي فو فيغ ليكيليبر. على دابا الاستاذ لاش لايق هذا اللي مكلف دابا واحد التكوين هنا دابا الموك واخا دير الموك راه واحد فيه مكلف موك ديال الفيزيك مثلا الماده ديالي انا اطياب علم الاطياب واش غادي نخلي هذوك الطلبه نثبت لهم داك الشيء ونخليهم كيقولوا ولا غادي نراقبوا وراه يمكن بالموك دير لي كونترول غادي نثبت لها الموك قال لي راه دير الكونترول ها هو الكونترول يلاه اللي ديروا وغادي نحصل لكم دوك النقاط اش غادي يدير كنضطر يمشي يتعلم هذاك الشيء ومضطر يدير هذاك الكونترول بالموك وانا غادي نقطو هذيك هي النقطه. اذا عادي الاستاذ من واجبه من المهام ديالو وهو يتبع هذاك التكوين واخا يكون بالموك واخا بالسبوك واخا باش ما كان. اذا ما خصوش الميديوم يولي اكثر من الميساج منها. بالنسبه ل ايفاليسيون راه قلتها لكم دابا راه ايفاليسيون كدار كلها دار بالموك ما كاين حتى شي اشكال كما عندنا كل الدرب في سهل حتى باش ما بغينا كلها الوسائل كاين كل الطب في اخر السبعين حتى انا شويه كبر من وقت وقت شويه وقت واحد بحال الجامعه مع الجامعه بحال دابا هذاك سميتو في خير الثمانينات لا في خير الثمانينات خير السبعينات كانوا الطب كانوا 700 في المدرج جوج المدرجات كندير لهم لي كيسير وكنجي نصحهم في البحر لا بلاش كناخذ بلاصه مقاده مع البحر مع ماشي مكان وكان نصح عليهم دوك لي كيسير ما غادي يدير 1400 ديال تكون فين عازد عليها 80 ديال ليكول محمديه زانديليو عازد عليها واحد 800 ولا 700 ديال المضرار ديال كليه العلوم ولكن
نضطرهم نديروا هذوك لي كيسير، ولكن كنصحو كنقادو كل شيء. دابا عندنا الوسائل اللي نديرو احسن، اذا خصنا نديروهم كنستعملوهم، غير خص دابا يكون واحد التنظيم ويكون كل شيء كيشارك، الناس اللي دابا يكونوا مهيئين، لان خصهم يخدموا شويه، خدموا ويتعلموا كل شيء، ماشي يتعلموا هادشي، اذا ما تعلموش ما غاديش يسيروا، ما غاديش يسيروا الوقت كلها. بالنسبه لرسميتو كوميونيكاسيون، غادي نشوفوا لي ميديا، و لي ميديا راه ماشي هما التهديد، لي ميديا راه سي اوف شوز، كيهضر على لي ميديا، التعليم راه شكل، لي نوفيل تكنولوجي سي بور لونسينمون، با اينيكمون بور لي ميديا، بور لانفورماسيون، حنا ما كنهضروش على هذاك الشيء اللي قال هاد لي شي درنا، هاد لي تكنولوجي، ماشي الإخبار، ماشي المعلومة، المعلومة العادية، المعلومة العلمية، المعلومة اللي بات تساهم تكوين ديال الشخص، رغم ان السيد الرئيس قال قبيله راه كل الاشياء اللي تعلمها الانسان راهي مهمه، مفيده معلوم، ولكن بالنسبه للتكوين ديالنا الجامعي راه الميديا يبقاو بوحدهم هذوك، هذوك غير اضافه. بالنسبه لسميتو، بالنسبه ل باور باور راه كنت قبيله اللي ما كيهضرش اللغه راه ما عارف ما دير ليه، تمشي يقرا هذا اللغه عادي يجي. عندكم انا واحد نموذج، واحد مثال بسيط بسيط، عندي هاد الايام راح تسيب مكلف فيها بالاعلاميات في الجمعيه هذه ماشي الجامعه، الجامعه عندنا الاعلاميات، ولكن في الجمعيه عندي واحد السيد كان مكلف ليا بالانترنت، كيجاوب عندي كنعرفو الماراثون ديال مراكش، اكبر ماراثون في افريقيا، اكبر واحسنهم مالوهم كلشي، وثانيين كيشاركوا فيه ناس من العالم كله، يعني كيشاع المغرب شي حاله كبيره. دابا هذاك السيد اللي مكلف ليا بالانفورماتيك مشى لقى واحد الخدمه، اذا الجمعيه كتعطيه شويه ولكن بقى خدمه مزيان، تعلم عندنا حنا ومشى مزيان. اذا جبت انا واحد كيدير الانفورماتيك، هنا كيدير الانفورماتيك ولكن ما كيعرفش اللغه الفرنسيه، كنجلس معاه كنفتي ليه كنصحح ليه، كتعاود ترجع المره ماشي كيدير نفس الاخطاء، اش غادي دير؟ والو ما كمل، هاو كيعرف الانفورماتيك ولكن ما عنده ما يدير بها. قلت ليه انا سير اولدي تعلم الفرنسيه واحد 3 شهور 4 شهور انتنسيف ورجع خدم، انه ما يمكنش غير بالانفورماتيك وحدها دير شي حاجه، خص لا بدا اللغه شي ضروري، حتى انا شفت راسي هذيك باغول تاع كلمه كيف ما ينسى. بالنسبه ل هذاك الشيء ديال لي سيت، لي سيت ديالنا حنا اللي كنهضروا عليهم بيعطيك هذاك السبوك ويعطيك ديبلوم، اما الاخرين هذا بيعطيك ديبلوم، هو اللي بيدير في الجامعه بيعطيك ديبلوم، هذيك ليفاليسيون بها مراقبه، هذه هذيك دابا ديال الجامعه مراقبه، ولا بيدير شي حاجه مع الامريكان ولا مع الانجليز راه كاين اللي خصك تخلصو وتاخذ ديبلوم، كيديروا لي سبوك احترموك احترموك، راه كاين فين يديروهم بواحد الطريقه كيسميوهم سبوك وهما ناظموك وكتخلص وكتعطيك ديبلوم. حنا عندنا مع علاقه مع واحد 3 أو 4 الجامعات الامريكيه اللي كيخدموا معنا دابا، اللي بيخدم فيها بيخلص، حنا كناخذوا النص دوك الفليزات هو كياخذ النص وكياخذ الدبلوم ديالو، كاينش اشكال، هذا كاين حتى مع الجامعات العموميه ما كاينش اشكال، غير قضيه الفلوس تكون صعيبه شويه، البريفي ما عندوش المشكل ديالنا. هذاك نزيدو واش نقولوا عاوتاني، كيظهر لي جاوبت على بزاف د الحوايج اللي ما جاوبتش عليها عطادير. بالنسبه ل داكشي ديال لي موك، هذاك ديال اللغه خص لو موك، خص الاساتذه ينسجموا بصدق دور صدقتي مع المستوى ديال الطلبه ديالهم، واخا بدير موك واحد الماده خص تعرف شكون هما من اللي تعطيه، واخا موك مفتوح لكن خص تعرف من اللي تعطيه باش يمكن لك دير اللغه مبسطه. انا ما عرفتش اللغه ديالي واش كانت مبسطه ولا لا، كانت لا بحسها بها شويه بينو بين هاد اللغه، اذا انا بينو بين ما يمكنش عاطيني بزاف دابا السيد ما كيعرفش الفرنسيه، درت انا لغه بينو بين ياك انا درت انا الفرنسيه راهي تقول لي بينو بين، لا ولا درت عاطيني بزاف بزاف عاد يقول هاد السيد ما كيعرفش اللغه مزيان، او ما نديروها بينو بين ياك. اذا انا كنظن راه جاوبت على تقريبا جميع، ومع السيد الرئيس راه كمل لي هذاك الشيء اللي كان نقول، كنظن راه عملنا كلشي، وكنشكر في النهايه كنشكركم مره اخرى، وكنهني
جامعه بني اسماعيل، وكنتمنى ليها كل التوفيق وتبقى غادي في هذا الطريق ان شاء الله حتى تفوت القضيه. هو بالحق قد اتمنى لجامعه المغربيه سواء كانت عموميه او قرى، وبالخصوص الجامعه اللي حصلت على اعتراف بكومتها الوطنية، نتمنى لهم جميعا التوفيق، لان اولا نكون مواطن مغربي، نكون خريجي مغربي، ما كانش على مكناسي ولا مراكشي ولا رباطي، فالحمد لله نتمنى للاجيال القادمه مستقبلا احسن من مستقبلنا، لان احنا مرينا الظروف اللي كانت ربما كانت ظروف فيها بعض الخاصيات، ولكن حاليا كاينه المنافسه الشرسه في جميع الميادين، لان في العهد القديم كتلقى باحث، كتلقى مختص في الطب والفلسفه والعربيه وهذا باحث واحد، دابا كتلقى باحث في ميدان ما في تخصص ما، بداك التخصص كتلقى واحد كرينو على شدات، يعني ولات المنافسه، ولات الدقه في البحث العلمي. فنتمنى لخريجينا خريجي جامعه بني اسماعيل كامل التوفيق والنجاح، وكذلك نتمنى لهم مسار جيد داخل جامعة مولاي إسماعيل. ففي الأخير كنزيد غير نقطة واحدة، هو أن السي محمد قنيدري هو أول مؤسس وداير يعني مؤسس الوحيد لنادي الأعمال الاجتماعية لقاضي عياد، جامعة القاضي عياد، واللي بطبيعة الحال ما كاينش شي واحد من الأساتذة الباحثين أو الموظفين اللي ما جاتهمش الفرصة مراكش وما مشاوش لذاك النادي. فهذا كذلك يحسب للسي محمد قنيدري اللي مواطن غيور يحب بلده ويحب جامعة مغربية، واليوم احنا دخلنا له جامعة مولاي اسماعيل في قلبه، نعم الله أن نراه مرة بين الفئة والأخرى في محاضرات أخرى مستقبلا إن شاء الله، والشراكة اللي وقعنا ما هي إلا مفتاح خير لهذا التواجد ديال السي محمد قنيدري اليوم معنا، واللي نعتز بالتواجد ديالو داخل هذه المؤسسه، اللي دائما اقولها واعيدها، قسمت بالله انني ردها مؤسسه جامعيه في المستوى العالي، فبقيت امامي طاقم اداري في المستوى العالي العالي، السي محمد ياسين، السي محمد امين، والاساتذه وكذلك الطاقم الاداري التربوي اللي مشاو معايا في نفس المنهجيه، والحمد لله نفتخر اليوم بمؤسسه في المستوى العالي اللي دائما نتمنى ان تكون اكثر من ذلك، لان المستقبل هو مستقبل الطلبه الخريجي ديال هذه المؤسسه، واتمنى لكم كامل التوفيق وشكرا لكم. Thank you.